نتابع معكم مشاهدينا هذه الحلقة من كلام بيروت مع رئيس جمعية تراخيص الامتياز الأستاذ شارل عربيد، لنعود إلى موضوع سلسلة الرتب والرواتب بعد ما صار التعديل بمجلس الدستوري. ثلاث مشاريع قوانين معجلة، إقرار ضرائب لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، وربط بإقرار هذه الضرائب. موضوع تأخير دفع السلسلة عملت ضجة كبيرة، إنه أخروا بعد ما اندفع شهر منها لنشوف الضرائب اللي لها. دستوري هالكلام؟ اقتصادي هذا الكلام؟ لك خلينا نقول هذا كلام الواقع، هذا كلام الأمر الواقع بغض النظر. لك كنت عم تقول بيتحركوا تحت الأزمة، طب معقول بعد ما تندفع سلسلة يرجع أقول لا؟ أنا من ما لا أعتقد، ما بعتقد أنه رح تتوقف يعني عملية دفع السلسلة، أنا برأيي مستمرة. هلا ربطها هو تقني، لأنه في قرار بالبلد أنه ما فينا نصرف بلا ما يكون في مدخول. وأخيرا انتبه وأخيرا، لأنه نحن صرنا 20 سنة بنصرف بدون مدخول، بدون ما نشوف، بدون موازنة. أستاذ سلمان، هيدي يعني انا ما يعنيني بالموضوع كفي، هو القانون الثالث شو معناتها؟ شو معنى الحساب متعلق بالموازنه؟ فتنا بدوامه وبنفق موضوع قطع الحساب، موضوع قطع الحساب، لانه بتعرف انت ما بتقدر اللي كان متروك على كم سنه يا اخي. طب هلا استاذ سلمان، عندنا في عندنا امكانيتين، او بنقعد وننتقد الماضي وقد ما بدك، ساعتها لا حلقه ولا حلقتين. أوكي. نعمل ويك اند عندك، بنضل نحكي من 75 لليوم، وفي عندنا نحن كناس بجعبتنا ما ننتقد قد ما بدك. نعم منيح، وما عندي مانع بالانتقاد يعني. بس اذا بنضل ننتقد بنكون عم نطلع لورا. صح يا اخي، ما تطلعوا لورا، لانه نحن مش رايحين بهالاتجاه. خلينا نشوف شو بدنا نطلع لقدام. نعم. بواقعنا المرير، وبس نوصل ويرجع يصير عندنا الرفاهيه، بده يحاسب يحاسب، وبده مش عم نقول انه ما لازم يصير في محاسبه بشي ما في نعم. بس حاج كل ما بنقدم فشخه نرجع نربطها بشو كان، ليش عملنا هيك وليش ما عملنا. هلا نحن شو بدنا؟ بدنا موازنه. بدكم موازنه او ما بدكم موازنه؟ اوكي في مشكله تقنيه بهالموازنه، وهي الدستور قصه قطع الحساب. ما فيها الحكومه تبعت، او ما في مجلس نواب يقر موازنه اذا مش ما انجز قطع الحساب، هيك القانون بيقول. طيب اقل له سنتين لورا. طب شو اجوا عملوا؟ لاقوا له مخرج. ما كان سنة. المشرع في لبنان شاطر. طيب فينا ننكر؟ لا، بيلاقي له الفتوى. لقى فتوى لحتى نقدر، لانه نحن شو بدنا؟ بدنا موازنة. شو يعني موازنه؟ طب شو هي الموازنه؟ شو عنا وشو علينا؟ مش قصه موازنه، مش عمليه كشف حساب. صح، قطع الحساب هو كشف الحساب. أيوة. الموازنة هو السياسة الاقتصادية للحكومة. هيدي هي. نعم. طب بدنا سياسة، خلينا نحطها ونناقشها. خلينا ننتبه أنه الموازنة منا ممر لنقطع فيها قوانين، وهذا الشيء اللي كنا عم نحكيه مع وزير. وهذا كان اللي صار، كل عمره يصير ولازم يوقف يصير. الموازنة هي السياسة الاقتصادية للحكومة، اللي من خلالها بدها تخبرنا الحكومة بالأرقام وبالسياسات شو بدها تعمل لتحسن الوضع، لتحسن وتحصن الواقع الاقتصادي. نعم. دونك اذا نحن كلبنانيين ضغطنا وطالبنا بالموازنه، هي لانه بدنا سياسه اقتصاديه. هلا هل القانون الثالث اللي مبدئيا ينقر بكره او مطروح للنقاش وسيقر، هو بيفتح المجال لنطلع من اشكاليه الموازنه، ونحن رايحين هلا الى موازنه سنه 2018 اللي هون بيت القصيد. شو بدنا نحن؟ اولا لازم نبلش نطالب ونشتغل لموازنه متوازنه، طالما العجز عم بيتراكم علينا كل بهالشكل هيدا التراكمي والتصاعدي. ما تعذب قلبك. وافقوا انه انتم تشاركوا بهالورشه استاذ عبيد؟ نحن قلنا لهم انه حان الوقت. هلا مش نحن بنوضع موازنه كمان، لا ما بدنا ناخذ دورنا ودور غيرنا، كل واحد يعمل شغله. بس اذا القطاعات في لبنان، اللاعبين، البلايرز يا اخي، قوى المنتجه، قوى العامله. بس تقول قوى عامله، شو قوى عامله؟ عم تحكي عن 1,200,000 انسان. صح. اكبر حزب في لبنان بمجالات هو القوى العامله. يلا هيدا الحزب الاساسي. نعم. هيدا هو حلقه الضغط على الاحزاب وعلى المشرعين انه نقدر نروح الى مكان اخر. نعم. بهالموازنه هيدي السؤال الكبير، مش كيف بدنا نطلعها تقنيا يا اخي، طلعوها. شو بدنا نحط فيها؟ شو هي السياسات اللي اولا هل في عنا بلشنا نفكر عن جد؟ هيدا بدك قرار سياسي وبدك ضغط شعبي. بدنا نحاصر الهدر
الانفاق الهدري. شو موازنتنا؟ بقول لك موازنة 15 مليار اذا بدنا نسهل بابواب الهدر ما حنخلص. 10 مدخول و15 مصروف، هول خمسه منين بنجيبهم؟ منين بنجيبهم؟ بضرايب هلا بدك تاخذ منه ضرايب استوى، ما بقى في شيء تاخذه منه. ما في ياخذ منه. باحدى اللقاءات انه رفع ضريبه الربح على الشركات من 15 ل 17، يا اخي حطها 20 اذا بدك، تعرف ليه؟ ليش في ربح لحتى تاخذ ضريبه؟ بس تكون منتج الشركه بتدفع. صفر زائد صفر بيطلع صفر. بنروح نفتش على بيت القصيد، بيت القصيد هو الهدر في الموازنه. كيف الانفاق؟ يعني الابواب الهدريه داخل. بدنا موازنه شفافه. شو معنى اقتصاديه سيدي. واضحه. ايه بس خلينا نترجمها بكلام، مش ارقام. خلينا نترجمها بكلام، شو بدنا نعمل نحن؟ بدنا نحفز الاستثمار. ما في استثمار في لبنان، صار لنا اربع سنين بدون استثمار. استثمار خارجي ما في. ايوه بتعرف لك شيء امريكاني عم بيجي يفتح شركه بلبنان؟ لا. او نقل الجنسيه اللي بدك حتى ما نعمل مين. في استثمار بالداخل؟ مع انه انتبه في مصارف، في عنا اموال بالمصارف وفي امكانيه. طيب بس هيدي بدها قوانين. ما بدنا نرجع نعيد شيء اللي قلناه مئات. استقرار التشريعي بدها قوانين وبدها موضوع الشراكه بين القطاع العام والخاص ومجموعه كبيره. طيب ما في الموازنه يعني الانفاق الاستثماري اللي بالموازنه بعده منه موجود. في انفاق هدري بس ما في انفاق استثماري. ايوه منيح. نعم هيدا كله سوا بدنا نروح باتجاه موازنة تبلش تحطنا على سكة التوازن. نعم. بس لحتى نقدر نعمل هذا الشيء. نعم. بدنا نحاصر الهدر. في هدر كتير كبير بدي احكي الإدارة عنها. الإدارة نحن دائما عم نحكي عن انتاجية الإدارة، وهلأ جينا عملنا سلسلة رتب ورواتب نحكي كلمتين على الموضوع. بس الإدارة في تخمة بالإدارة. 250 ألف موظف في لبنان كتار، وفي أمكنة بحاجة لحتى تكون منتجة أكثر. مش معناتها أنه الناس ما لازم تشتغل. مش معناتها ما لازم الناس تشتغل، بس هل حجم هيدا في تخمة بالإدارة؟ طب بدنا مين خبرنا عن هالموضوع؟ هذا موضوع سياسي. مين اللي موظفين؟ مين اللي موظفين الدولة؟ سياسي القطاع العام منين؟ مع أنه أنا من المدافعين أكيد عن وفي في طاقات وفي إمكانيات وناس منتجة جدا. في ناس بالقطاع العام انا كنت بتمنى انه بيكونوا معي بيشتغلوا معي بشركه. حلو. كنت بتمنى. لانه هودي طاقات مهمه. ومش مزبوط انه كل واحد بالدوله يعني غير منتج يعني مرتشي. اخي مش صحيح، عم بتروح القصه الظهر بعضها. بس الكل يتفق انه في تخمه. بالمعلمين سأل مين ما بدك انت على الطريق. ما في تخمه بالمعلمين بالقطاع العام. مثلا ليش؟ لانه نحن بنربط دائما الامور وبننسى اقله ننسى نربطها بالانتاجيه. لا نمو بدون انتاجيه. تعالوا نقيم انتاجيتنا. نعم. نحن كلبنانيين. نعم. كلام انتاجيتنا كثير حلو وواقعي وبمحله. بس لنرجع للموضوع الاني، ربط السلسله بالضرائب. رح يصير في ضرائب. كانوا عم بيقولوا انه خليها تمر السلسله وقعدوا بحثوا عن ضرائب. لا ما فيك تقول هيك. ما تنربط مع بعض. ما بتنقال، ما بتزبط كمان. بس هيدي انا ما تشغل بالك فيها. ماشية؟ ما تشغل بالك فيها. انا عم لك ما تشغل بالك فيها. ما رح تقر الضرائب ورح تفوت الضرائب ورح تمشي السلسله. ما تشغل بالك. نعم. الواقع الوضع اليوم بالسياسه بالتوازنات الموجوده انا بعتقد هالامر صار يعني شوي شغل بالك شو بدنا نعمل بكره. طيب. كيف بدنا نحصن كيف بدنا نحصن اقتصادنا لحتى يقدر يتحمل هالنوع من الضرائب. كيف بدنا نحصن اقتصادنا لحتى نروح الى نمو. اللعبه كلها وين؟ ما تحور وتدور وتوجع راسك وما بدك تجيب خبراء اقتصاديين. طيب. هي بالنمو. نعم. بهالنسب النمو ما فيك تقدر تواجه النسب اللي عم تطلع لك من التراكم بالعجز بالموازنة. نعم. بالمالية العامة. نعم. بدك تدفع فوائد وعندك هالدين التراكمي، هيدي نسبة النمو ما بتغطي. شو بدك تعمل؟ نعم. بدك تشتغل أكثر وتنتج أكثر وتكبر حجم اقتصادك. وبس يكبر الحجم بيكبر معه مباشرة ما يسمى الصحن الضرائبي. أيوة. يعني بصير ساعتها الاقتطاعات الضريبية تقدر تمول سلسلة وأكثر من سلسلة. كنا سميناها كعكة قبل. نش اثنين موضوع الفساد. نعم. السلمين قديت بتستضيف ناس. قبل ما أحكي عن الفساد راح أحكي عنه. الاتحاد العمال هيئة التنسيق كل القطاعات والموظفين ناطرين قرارات مجلس النواب. في حال لقوا في مسبح حقوقهم اعتصامات واضرابات من أول وجديد واقفال البلد. الاتحاد العمال بيمثل العمال. ايه. واذا حس انه العمال مغبونين من الطبيعي. وليك هون بدي يعني نوه بجهود
الاتحاد العمالي ورئيسه السيد بشارة الأسمر اللي هو بالواقع شخص يعني وأنا على تواصل دائم معه، شخص واعي ورايق ومتفهم وبيعرف يزينا وبيعرف الأمور مثل ما هي. الاتحاد العمالي هو شريك أساسي في الإنتاج. الاتحاد العمالي هلا يحكى كثير انه اتحادات مسيسه، طب يا اخي منين بتجيب ناس على لبنان؟ بتجيبهم من القمر؟ ما هو اللبناني في لبناني غير مسيس، في لبناني ما عنده عصبيه معينه. خلينا نحن بالامور الاقتصاديه الاجتماعيه نعلق هيدي البرنيطه على التوته ونفوت على نقاش، نروح الى الحوار الى النقاش. دائما بيقولوا لك بدنا نعمل حوار اقتصادي، اخي قبل ما نعمل حوار بدنا نفكر سوا، بدنا نفكر اي اقتصاد نريد، اي سياسات نريد، كيف لبنان، شو واقعنا، شو قوتنا، نحن شو بنعرف نعمل. أي. ما فينا نعمل كل شيء. نعم ما فينا نعمل كل شيء. هلا مبدئيا عم بتقول رح يمشي الحال هذا قراءتي انا، وبالتالي رد الفعل بالشارع لانه مؤذي وتكلف الدوله وتكلف الاقتصاد وتعطل مصالح العالم. خلينا نقول انه كمان التعبير حق دستوري طبعا، يعني لا يجوز انه اللي بده يتقاعس انه يعمل بواجباته يقول انه لا لانه في ممكن خوف وخطر وكذا. حاجه نهول، خلينا نفكر يعني علم. انا بعتقد الشيء اللي حيصير بمجلس النواب رح يمر. هلا اكيد رح يكون في حواليه هيك رغي سياسي واعلامي ومزايدات وهذا شيء طبيعي. خلينا ننطلق من هون لحتى نقول السلسله اصبحت واقع، بحبها ما بحبها، بريدها ما بريدها. خلينا دائما ارجع لك، الهيئات الاقتصاديه لم تكن يوما ضد السلسله لسببين. السبب الاول انه نحن مش اصحاب العمل، موظفين القطاع العام ما بيشتغلوا معنا، بيشتغلوا بالدوله. اثنين، اذا هالناس قبضوا رح يجوا يصرفوا عنا، يعني رح نقوي صناعاتنا، رح نحفز استهلاكنا. الموضوع منه بالسلسله. هلا الموضوع كمواطنين بنقول انه كمان ما فينا نزيد اجور ناس غير منتجين. انتبه، برجع للانتاجيه، غير منتجين، غير موجودين، ما بيجوا على الشغل. موضوع اصلاح، هون بياخذك على موضوع اصلاح على موضوع اصلاح الاداري والتخميه، هذا موضوع اخر فينا نحكي فيه كثير. نحن كان وما يزال خوفنا هو على الضرائب لتمويل هالسلسله، اما انه هالضرائب صارت واقع خلينا نشوف كيف نقدر نرجع نبحث بالبعض منا، لانه ما يخطئ الناس انه الموضوع ازدواج ضريبي فقط. انا راح اعطيك مثال كممثل لقطاع الامتيازات في لبنان، يعني بيع التجزئه مباشره. نحن اول ناس، وهذا كلام انا قلته بالاجتماع الشهير بالقصر الجمهوري عند فخامه الرئيس لما كانوا كل المعنيين موجودين، نحن من الناس، ورح يستغربوا العالم، نحن من الناس اللي مش متحمسين اطلاقا على زياده الضريبه على القيمه المضافه، لا واحد ولا 2% مثل ما قالوا. هذا كلام انا بقوله بالهيئات وخارج الهيئات، لانه بظل يعني انكماش وتراجع بالاستهلاك بدك تفتش على سياسات حفز الاستهلاك، مش تروح على سياسات بتحاصر الاستهلاك. نحن مش متحمسين اطلاقا على هون. التقينا نحن بالاتحاد العمالي مثلا على هالموضوع هذا، يعني هذه شغله مهمه نحكي فيها. مش كل الضرائب المطروحه بتوافق الهيئات، بتوافق أو كل الناس في قطاعيا، كل واحد وحق انه يدافع عنه. ذكرت الاهم، هذا الواقع اليوم، العمل لما بعد هذه المرحله على الصعيد الاقتصادي. نعم ببلش بالموازنه، وهون نحن عندنا كلام كثير نقوله، وبعتقد انه توافقنا مع وزير العمل اللي برجع بنوه جدا بعمله وبانتاجيته مع وزير المال عفوا بانتاجيته، لانه بالواقع ابدا تفهم وابدا حرص، وكان يعني كمان قاسي ببعض الاشياء، بس اقل له هذا شخص فينا نتفاهم نحن وياه. خلينا نبلش نفكر سوا شو هن الاجراءات اللي بنقدر ناخذها. بدها اكيد بدها تفكير، بدها ابداع، بدك تلاقي امكانيات تقدر تنفذها. بس خلينا نروح بالسياسات الواقع اللي قائمه على واقعنا الاقتصادي، لانه كمان نحن واقعنا الاقتصادي السلمين عم بتغير، مؤسساتنا عم تتغير، طبيعه العمل عم بتغير، الطلب عامه عم بتغير. اللي كنا نصنعه بلبنان من 20 سنه ما فينا نصنعه هلا، اللي كنا نصدره من لبنان من 20 سنه ما فينا نصدره هلا. في شغله اساسيه، بناء القدرات للاقتصاد. بدنا نبني قدرات، كاباسيتي بيلدينج، مش شعار، هيدي كلمه بنستعملها لما بيجوا الدول المانحه وبيصيروا بيرشرشوا هيك كلمات، لا، بناء القدرات لحتى نقدر نواكب، لحتى نقوي التنافسيه تبعنا. شو بنعرف نحن كلبنانيين نعمل؟ نقوي حالنا ونحصل حالنا. حكيت موضوع الهدر، امبارح كان في تحرك بالشارع انه موضوع سلسله الرتب والرواتب هي حق للقطاع العام قالوا، ولا الخاص على حد سواء؟ لا، شغله مختلفه. لا، تم زودة المعاشات للقطاع العام،
القطاع الخاص ما زاد معاشه بده يدفع للدولة والقطاع العام من هالمعاش اللي ما زاد، رح ياكلوا ايضا هني كمان بحالة صعبة. المطالبة بزيادة الأجور، موضوع السلسلة هو ميكانيزم معين له علاقة بالقطاع العام. هلا بلش ينحكى عن زيادة الأجور، طب هيدا كمان مطروح للنقاش، ما فينا نهرب يعني. بس السؤال الكبير، تقدر المؤسسات اليوم تزيد الأجور؟ إذا فينا نزيد الأجور، هن حيدفعوا للقطاع العام من معاشهم يلي ما زاد. عم نحكي اقتصاد وعم نحكي سياسة وضرائب. عم نحكي اقتصاد وعم نحكي سياسة؟ لا إذا عم نحكي سياسة بحبح له قد ما بدك أعطيه، إذا بدنا نحكي اقتصاد سؤال، فيك تزيد الرواتب بالقطاع الخاص؟ بده ينفتح النقاش مع القطاع الخاص، نقاش. مع أصحاب هذا اللي عم نقوله. النقاش شو يعني؟ يعني إمكانية. هي إذا زدت له معاشه وآخر الشهر ما معك تدفع له معاش، شو بتعمل؟ طب شو بده يتحمل؟ طول بالك، خلينا رح هلا بحكيك عن السياسة الاجتماعية، هلا بنوصلها، بس خليني كفي. طبيعي إنه بس تمشي متى ما سلكت السلسلة وسلكت بده يطلع أصوات يحكي عن الزيادات بالقطاع. خلينا ننفتح هيدا النقاش. هلي أنا كصاحب عمل بقول لك اليوم لا قدرة للقطاع الخاص على تحمله. عم بحكيك كلام العارفين، مش عم نحكي هيك. هلا بتقلي أي صاحب عمل بحب يزيد الأجور؟ ما كمان كل التاريخ يعني هون موضوع يعني نقاش عمره 20 سنة. قانون العمل بالأساس قانوننا عمره 50 سنة. بدي يتعق شو بي تعال نحكي بالأساس، هو تحديث قانون العمل، إدخال على قانون العمل متطلبات الاقتصاد اليوم، توافق الواقع، المرونة داخل قانون العمل. مين قال؟ أنا بدي خبرك شغلة، بيعرفوا اللبنانيين أنه كل الدول اللي في مرونة بقانون العمل، اللي في إمكانية أنك أنت توظف أو تستغني عن الخدمة، إذا فيك أنت تسهل التوظيف والاستغناء عن الخدمة، هودي بلاد نزلت فيها البطالة ما طلعت. طب قانون عمل عمره 50 سنة، فتحنا هالنقاش الوطني المهم. أنا هيدا يعني بالنسبة لإلي كصاحب عمل كمعني هيدا بيوازي قانون الانتخاب. نعم أهمية يمكن عم بالغ، بس أنه بما معناه في أمور أساسية بدها تنطرح لنفكر فيها. قانون العمل واحد منهم، السياسات الاجتماعية. في سياسة اجتماعية بلبنان؟ بعد استاذ سلمان بدنا نضل بلبنان نورط فقر؟ لا. أو بدنا نورط ازدهار وغنى؟ السياسات الاجتماعية مقاربة الفقر في لبنان مقاربة سياسية. مين بيحكي عن الفقر ومحاربة الفقر؟ أيوة عبواب الانتخابات بنحكي بالفقر. أنا ما بدي يعني أحكي كلام بالسياسي غير معني بالسياسي. من يعالج؟ مين عم بفكر؟ المساعدات الاجتماعية. طيب كيف منعالج؟ شو هي السياسة الاجتماعية للبنان؟ تنفيعات يا أخي، التكافؤ الفرص، محاربة الفقر يأتي بتكافؤ الفرص. لا. مش أنك ترش على الجمعيات لحتى تصير محسوبيات وثلاث أرباعها وهمية مش معروف شو هي سيدتي. بس هل نحن عنا سياسة لمحاربة الفقر؟ من شو بني محاربة؟ كيف بدك تحارب الفقر؟ في شغلتين، ما في 300 شغلة. تكافؤ الفرص بالاقتصاد بموضوع أنك تقدر تلاقي فرصة عمل لتنتج لحتى تقدر تعيش بكرامتك. وثاني شغلة التعليم، ما فيك تحارب الفقر إلا education، ما تضيع وقتك. ثلاث أرباع العالم ما قادرة بقى تعلم ولادها. هون البيت الأصيل، لما أنت بيصير عندك تعليم لكل الناس وتعليم ذات مستوى وتتحمس الناس لك بلبنان. ما فينا نفوت بقى كتير بتفاصيل لأنه الوقت عم بدهمنا. أوكي سياسة تربوية وتعليمية، بنحكي عن الهدر. ذكرت موضوع الهدر والكلام انه ابواب كثيره قادره الدوله المؤسسات تمول موضوع سلسله واكثر من هيك، وبنحكي ايضا موضوع المجلس الاقتصادي الاجتماعي بعد هذه الاستراحه. ابقوا معنا مشاهدينا.